فعاليات وزاره الثقافه يعني النهارده كانت عامله ازاي والسيرك كان عامل ازاي، هتكلمنا عنه جوانا ماهر اللي بتنضم لينا دلوقتي من العالمين. مساء الخير عليكي مره تانية يا جوانا، واحكي لنا كده عن ايه الحاجات الحلوه اللي وراكي دي. ازيك يا بسنت، مساء الخير عليكي ومساء الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. الحقيقه انتوا يا جماعه خدتوني من السيرك والتنوره وحاجات كتير قوي. زي ما انت كنت بتتكلمي يا بسنت، يعني الحقيقه انه فعاليات وزاره الثقافه بجد مبهجه جدا وحلوه جدا. النهارده بدات وزاره الثقافه في اولى فعاليات مهرجان العالمين الجديده، طبعا النهارده بمشاركه فرقه التنوره التراثيه وفرقه الحريه للفنون الشعبيه وكمان مشروع السيرك القومي. انا معاكي دلوقتي من على ممشى العالمين اللي بتقوم عليه كل الفعاليات اللي اتكلمنا فيها دلوقتي. والحقيقه بسنت انا مش عارفه اقول لك ايه، انا بقول لك كنت لسه قاعده جوه الحقيقه مستمتعه جدا بالعروض اللي انا شايفاها، عروض تراثيه بقى يعني رقصات الاسكندرانيه ويعني الحاجات التراثيه بتاعتنا ده، غير كمان التنوره والسيرك، عروض سيرك بقى يعني حقيقه مختلفه. الساحر انا شفت الساحر مختار، احنا متعودين على الساحر مدحت، احنا شفت الساحر مختار دلوقتي. وكان في عروض الحقيقه كتيره جدا، الجو حلو قوي والناس مستمتعه بجد يا بسنت باللي بيحصل هنا في مهرجان العالمين الجديده. العروض نفسها كمان مختلفه وفي عروض تفاعليه بقى مع الناس، يعني حتى العارضين الحقيقه وفرقه الاستعراض كلها حريصه ان هي حتى تتفاعل مع الجمهور اللي واقف، جو فعلا حلو قوي. حتى يمكن في كده فايبس، في طاقه حلوه قوي في المكان يا بسنت الحقيقه، والناس بدات تيجي من كل حته اول ما سمعت صوت الموسيقى. حقيقي اللي مش موجود هنا دلوقتي خسران كتير قوي يا بسنت، وانا مش بغيظك زي امبارح، لا لا انت كل يوم بتغيظيني. احنا يعني شايفين دلوقتي اجواء في الحقيقه لطيفه جدا وحلوه قوي ومبهجه، وشايفين حتى تجمع الناس حواليكي عامل ازاي. بس انا عايزه اقول لك على حاجه كمان، قولي معاكي. انا عايزه اقول لك انه يمكن مشروع السيرك القومي عامل عروض حلوه قوي هنا انتوا شايفين ورايا. ايوه طيب شفتي هم عملوا لنا مفاجاه دلوقتي. طب تحبي بسنت تتكلمي يعني احنا عرض فيه. احنا شايفين عروض مختلفه يا جمانة، ويمكن ده الحلو ان احنا نقدر نوصل لمختلف افراد الاسره المصريه، وشايفين اسر مختلفه معاكي موجوده دلوقتي، ويمكن ده الجميل انه الناس مكمله. يعني النهارده يوم الاحد يوم شغل، لكن الناس مكمله في المهرجان وبيحضروا الفعاليات. الحقيقه فعلا الناس انا مش قادره احكي لك بجد التواجد عامل ازاي، و يعني انا شايفه ان في اجواء الحياه مختلفه، اجواء مبهجه موجوده هنا حاليا على الممشى. كمان في وراكي حد يا جمانة ممكن يشارك معاكي لو حابه. موجوده الساحر، اعتقد الساحر معاكي. نعم. دلوقتي وراكي حد بيشارك، بس ما تتخضيش يعني. عايزه لا طب اتفضل، لا الساحر مختار يجي معانا، اتفضل والله. لا لا مش شايفه. مساء الخير، ازي حضرتك؟ مساء النور يا فندم. احكي لي الحمامه ليها اسم دي؟ ما سمسمه. سمسمه سمسمه معاك في كل العروض؟ اه طبعا. دايما انت شفتي اتفرجت العروض النهارده عامله ازاي؟ كانت حلوه قوي والله، كانت حلوه قوي يا استاذ مختار. ميرسي يا فندم. طب كلمني عن مشاركتك في مهرجان العالمين. اول مره اشارك في مهرجان العالمين، زي ما انت حاضره شفتي كده النهارده تفاعل الجمهور عامل ازاي، والنهارده كان فيها عروض جديده زي ما انت اتفرجتوا النهارده. طب في بقى عروض مختلفه بتبقى انت محضرها لمهرجان العالمين او للتواجد اللي احنا شايفينه ده النهارده؟ طبعا انا كل فتره لازم معايا تركات جديده وشغل جديد، ولازم اكون معايا حاجات للتفاعل الجميل دوت. انا بشكرك ومبسوطه جدا انت كنت معانا، واتمنى لك دايما عروض موفقه. ميرسي يا فندم. ميرسي. طيب ممكن مين تاني يا جماعه؟ مستنيه بس نحاول. بشكرك انت وسمسمه اكيد، بس كملي عايزين اكتر. طب حسن معانا دلوقتي يا بسنت، حواري بتعمل ايه حسن؟ لا 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 هتناك ولا ايه؟ المايك ولا ايه؟ دي العاب الجمهورير. العاب هديك الاول بنفسي، انا حسن كمال لاعب ومدرب بالسيرك القومي، وسعيد جدا في قناه العالمين ان احنا مستقرين مع حضرتك النهارده. احنا كمان سعداء بيك يا استاذ حسن. كلمني بقى عن موضوع اللي اسمها الجوفيرير. اه فقره الجمهورير، كور الجمهورير. تورينا بقى الفقره؟ تحت امر حضرتك. اسمع الكلام. اسمع الكلام ايه؟ اسمع الكلام تعالي. ايه؟ شفت تسمع الكلام ازاي؟
حلوة؟ حلوة. طب نرفعها فوق شوية؟ نرفع فوق؟ يلا اهي. اهي سريعة بقى نعملها سريعة شوية. هاي بتسمع الكلام اهي. هوبا. بس حلوة كده. على مهلك يا أستاذ حسن. بشكرك يا أستاذ حسن نورتنا، شكرا لحضرتك. بس أنا بتهيألي جبت لكم العروض أهو معاكم. شكرا ليك يا جمانة، بنشكرك وبنشكر ضيوفك الكرام. والفقره اللذيذه قوي اللي انت عملتها لنا دلوقتي، يعني الحمامه السمسمه جت كده فجاه لكن اضافت لينا بهجه حتى في الاستوديو، كلنا مستمتعين بالاجواء الجميله اللي وراكي. بنشكرك يا جمانة وهنرجع لك اكيد كمان مره عشان تنقل لنا اكتر من الفعاليات والاحداث الموجوده عندك في المهرجان. كل الشكر ليكي.